السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايلكم بفيديو جديد. احنا النهاردة بنصور، من زمان مصورناش البط، وما صورناش البط الغريب اللي انتوا شايفينه دوت. ناس كتير سألت قالت يا شيماء عايزين تصور لنا البط دوت ونشوف وصل معاك لغاية فين. فإن شاء الله يا جماعة هنصور كده مع بعض، وفي شوية حاجات مهمة كده بإذن الله هنقولها مع بعض، تمام؟ يمكن ان انا من زمان ما صورتش واقولكش، يا دوبك انا بصور البط النهارده. طبعا انتوا كنتوا في ناس فيكم عرفت السبب وفي ناس لسه ما عرفتش، فان شاء الله برده اقول لكم انا ما صورتش ليه. الرومي برده انا مش ناسي يا جماعه، الناس اللي هي قالت لي صوروا الرومي، وباذن الله هنتكلم فيه يعني حلقه لوحده كده، على اساس اقول لكم يعني هو بياكل ايه وايه اللي يخلي الرومي يبيض معاك بدري. كل الحاجات دي ان شاء الله يعني انا مش ناسياها، هعملها في حلقه لوحده، تمام؟ يلا كده يا جماعه نسمي الله واضغطوا لايك للفيديو. عايزه كل حبايبي ومتابعيني يوصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. اما يا جماعه الناس اللي هي ما بيظهرلهاش اشعارات، ان شاء الله تلغي الاشتراك بتاعك وترجعي تشتركي تاني باذن الله. تتك على الجرس هيظهر لك ثلاث اختيارات، هتختاري الكل علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، وهيظهر لك كل الحلقات بتاعتنا وهيجي لك اشعار به، تمام؟ يلا بقى كده نسمي الله ونخش الحلقه بتاعتنا ونشوف النهارده هنقول ايه. انا جايبه لكم مكون كويس جدا، المكون دوت ده هيحمي طيورنا طول الصيف باذن الله. هنحط منه طول الصيف يعني طبعا عشان طبعا انتوا عارفين مشاكل الصيف كتير وبيقابلنا حاجات كتير جدا احنا باذن الله في غنى عنها. فاحنا ان شاء الله كده هنحط المكون دوت يعني، وهقول لكم برده على حاجه تانية على اساس ان احنا نحمي طيورنا من مشاكل الصيف، تمام؟ اول حاجه بقى انا جبت البط اللي انتوا شايفينه دوت، انا جبته في الاوضه، وكنت برده حاطه الرومي، كنت حاطه الرومي في نفس الاوضه ديت. وعلى فكره يا جماعه انا يعني اكتشفت حاجه كويسه جدا، طول ما انت حاطه الرومي لوحدك الرومي بيبقى بيكسر وبيبقى زي الفل، انما الرومي بالذات ما ينفعش معاه لا وز ولا ينفع مع حاجه ثانيه، تمام؟ فالافضل لو انتوا مثلا عندكم مكان واسع وبتربي رومي، احسن حاجه له ان انت تحجزيه لوحده هو والرومي، ده بيبقى اسلم واحسن حل له. على الاقل بيكسر لوحده، ما انتش محتاجه ان انت تمسكي مثلا الروميه اللي اديك علشان يكسرها والحاجات دي كلها، تمام؟ فانا قلت بقى طالما العدد يعني شويه صغيرين كده، جبت البط كلاته حطيته هنا في الاوضه علشان الاوضه اللي انت شايفينها غالي ديت، ده طبعا مكشوفه والشمس بتبقى حاميه فيها طول النهار. فانا قلت احسن مكان هنا، طالما بقى ما فيش اي حاجه هنا خالص اجيبهم في الاوضه دي، ده احسن وافضل لهم. الشمس يا جماعه خلي بالكم الشمس بتنشف البط، حتى مهما يعني مهما تعلفي، او لو انت مثلا ناس بتقول انا عندي البط خفيف وبعلف وباكل والحاجات دي كلها، الشمس خلي بالكم يا جماعه ده بتنشف البط. احسن حاجه المكان اللي الظل له، يعني زي اوضه زي ما انتم شايفين كده، واحط له الاكل والشرب بتاعه ما شاء الله، تبص تلاقي الريش بتاعه سايح والبط بدا يتقل معاك تاني. وعامه كمان الشمس، الشمس بتبقى غلط سواء على الفراخ سواء على البط. ده يا جماعه لو انت مثلا الصبح بدري كده او الظهريه خرجنا البط في الشمس ساعه، دي ما فيش فيها مشكله، بعد كده بتدخلي البط عندك في العشه تاني، ده بقى كويس. اما الطيور بتفضل طول النهار كده في الشمس، ده غلط عليها، ده طبعا بتخف الطيور منك، ده بتاثر على الطيور، بتخلي حتى الريش بتاع البط بيبقى عامل زي ما يكون البط عندك عامل زي العجوز كده، تمام؟ فانا قلت طبعا اجيبه في الاوضه اللي انتوا شايفينها ديت، يبقى مع الرومي ومع الفرختين اللي متبقيين. فباذن الله لو انا يعني عرفت ان انا اعمل مكان للروم لوحده ان شاء الله هعمل له مكان، بس يعني ايه عشان طبعا السطح ممكن ضيق شويه وما فيش له مكان. اللي انا عرفته بقى، اللي انا عرفته عشان كلكم تستفادوا منه، الوز يا جماعه غلط ان هو يفضل مع الرومي ومع البط. يعني الوز لوحده اللي هو المفروض يتحط في اوضه لوحده، ليه؟ لان لو انت حطيتيه مع البط ده اللي بيهيف البط، الوز بيهيف البط ما بيخليش البط، حتى لو يعني انت عندك ذكر ولا حاجه جه يكسر انتاي الوز بيهيفه. دي يمكن هو ده يا جماعه السبب اللي خلى البط عندي الكام دوره اللي فاتت ما يطلعش حاجه. زي ما انتم شايفين بقى شويه الفراخ دولت اللي انتم شايفينه قدامكم دولت، ده الفراخ اللي اتبقى، ده يا جماعه الفراخ اللي اتبقت عندي، اللي حبه الفراخ اللي شايفينهم دولت هم دول شويه الفراخ اللي اتبقوا عندي. كنت قلت لكم في ناس طبعا عرفت منكم ايه السبب، وفي ناس لسه يمكن بتشوف القناه بتاعتي او لسه يعني بتشوف الفيديو بتاعنا، ايه السبب هقول لكم برده. هحط بقى كده الميه الاول يشربهم وان شاء الله انا هقول لكم هحط ايه. شوف انا جايب ايه بقى، ده كلوريكس، محدش يستغرب يا جماعه الكلوريكس ده كويس جدا جدا للطيور بالذات في الصيف. قبل كده انا كنت بقول لكم حطوا البتادين، البتادين جميل جدا ويمكن احسن من الكلوريكس كمان، اللي بس البتادين، البتادين غالي شويه يا جماعه، هو في الصيدليه بس غالي شويه. يمكن في ناس كتير قالت طب ما فيش بديل البتادين، البديل بتاع البتادين يا جماعه ده هو الكلوريكس اللي انتم شايفينه ده،
ده بيقضي يعني بيقضي على الجراثيم في المعدة وبيقضي على الميكروبات. ده يعني ان شاء الله اقدر اقول لك حطيه في الصيف على طول دايما، كل اسبوع حط مره كتطهيره كده، او كل 10 ايام حط مره كتطهيره. فانا دلوقتي هحط الفراخ واقول لكم انا بحطه ليه، بس ما نكترش ولا حاجه. هحط الاول الميه علشان البط ما يجيش يشرب على طول. طبعا في الصيف بنبقى غسلين المواعين بتاعت الطيور علشان تبقى نظيفه على طول دايما، النظافه باستمرار قدامهم اهو. ما نسيبش الميه قدامهم طول النهار يشربوا ميه سخنه، لا يا جماعه الكلام ده غلط. شايفين بقى هم عطشانين اهو، وهم عطشانين كده يبقى انا بحط شويه كلوريكس كده في الميه، كلوريكس اهو بس حاجه بسيطه بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده. ده بقى انا حطيت شويه كلوريكس اهوت زي ما انتم شايفين كده. محدش يستغرب يا جماعه، كلوريكس ده كويس جدا للطيور. حط منه يعني حط منه للطيور وهي عطشانه زي ما انتم شايفين كده، حطيت لهم هم عطشانين. ده كويس جدا، ده بيقتل اي جرثومه في المعده عند الطيور، عند الفراخ، عند اي حاجه من الطيور اللي انت بتربيها عندك، عند البط. دايما على طول حطيه زي ما بقول لك كده، حط مره واحده بس في الاسبوع فتطهيره، كل اسبوع اطلع منه طيورك تطهيره كده، حط لهم منه. نضف الوعيين بتاعتهم زي ما احنا منضفين كده اهوت اهو. على طول باستمرار غير الميه، ما تخليهمش دايما يشربوا ميه مش نظيفه، ما تخليش الميه تبقى سخنه قدامهم، جدد لهم الميه على طول على اساس ان هم يشربوا دايما ميه ساقعه ترطب على يعني ايه ترطب عليهم كده. تعالوا بقى اقول لكم يا جماعه ايه السبب ان انا حطيت النهارده البيتادين، قصدي حطيت الكوركس في الميه. احنا كنا بنحط بيتادين وكنا بنحط الحاجات ديت، بس يعني للاسف احنا قطعنا الحاجات دي، حطينا منها يعني فتره وسهينا بقى عليهم، ما حطيناش تاني، ما بقناش نحط تاني. فالافضل ان انت على طول طول الصيف تحط الموضوع دوت، يا اما البيتادين يا اما الكلوريكس زي ما قلت لك مره حتى في الاسبوع، ده هيبقى حلو قوي. السبب يا جماعه اللي انا حطيته النهارده ان طبعا انتوا عارفين ان الفيروس كان موجود، ده الله اعلم هو بس هو مش فيروس، يعني اللي هو جه دوت هو مش فيروس، ده كانت حاجه وقت كده، كانت حاجه بتخلي الفراخ تسخن وتبص تلاقي يعني مسافه يوم وليله الفراخ تسخن وتكش وتقوم وايه يعني واقفه بقى زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الفرخه ديت، يمكن هي حاجه يعني حتى دي عدت كده منهم شويه اللي انتوا شايفين دوت اللي قدامكم دوت، دول عدوا من الدفعه اللي كانت عندي. انتوا كنتوا عارفين الفراخ بسم الله ما شاء الله كانت ماليه الاوضه، وكنت بجمع بقى البيض قدامكم وكانت ما شاء الله ماليه الدنيا خير. فجاه ببص لقيت مره واحده كده الفراخ كلها وقفت اتكشت، الفرخه تمسكيها تبص تلاقيها سخنه ملهلبه وجدتها سخنه خالص، لدرجه ان السخونيه بقت تعمى عينيهم، يعني درجه السخونيه بقت تعمى عينيهم. بقيت احط لهم طبعا بروفين والحاجات دي كلها، وبقيت اعمل خلطات ووصفات والحاجات دي كلها، بس للاسف ما بقتش تجيب نتيجه. يعني قلت برده عشان يعني اراضي ضميري وما بقاش حرام عليا، بقيت اجيب علاج بيطري، وجبت فعلا علاج بيطري كتير، بس برده ما عملش اي نتيجه. يعني لو قلت لكم في فراخ ماتت كتير مش هتصدقوا، يعني علشان كده انا الفتره اللي فاتت دي كلها ما كنتش بصور لكم، عشان لو يعني لو كنتوا انتوا شفتوا المنظر معايا كان هيصعب عليكم. علشان كده انا قطعت فتره يا جماعه كبيره ما كنتش بصور فيها، يمكن اقولكش النهارده قلت اطلع اصور لكم فيديو يعني تشوفوا بقى الفراخ اللي معايا اللي عدت اهي زي ما انتم شايفين كده، كام ديك وكام فرخه. وبنقول الحمد لله يعني الحاجه اللي هي تيجي الحاجات اللي زي ديت مش مشكله، بنقول الحمد لله على كل حال وخلاص. بس انا برده يعني حبيت ان انا اعرفكم على اساس ان انتم تبقوا يعني ايه عارفين معايا كل حاجه وعارفين معايا الوضع بالظبط، يعني الحلو بنقوله والوحش بنقوله علشان تبقوا انتوا عارفين معايا كل حاجه. طب فانا برده قلت اطلع اعرفكم علشان مصداقيه القناه، وانتوا كلكم طبعا في ناس كتير حبايب ومتابعين بتثق فيا وبتثق في كلامي، ودي طبعا يعني حاجه يعني دي شهاده انا افتخر بيها واعتز بيها. فقلت برده اطلع اعرفكم على الحاجه الحلوه والحاجه الوحشه، يعني اطلع اعرف كل حاجه، مش الحلو بس ازوره، لا الحلو والوحش على اساس ان انتوا بتستفادوا من الحلو وبتستفادوا برده من الوحش. يمكن دي تجربه كلكم لازم تستفادوا منها، علشان مثلا يعني ما فيش اي حد يحصل له حاجه زي ديت، يعني تحصن طيورك بعد كده تخلي بالك الكلام ده كله تمام. فان شاء الله برده يا جماعه ما تقلقوش، في فيديوهات تانية جايه كتير برده هتبقى فيها جمع بيض، يعني الحمد لله ربنا ما حرمناش برده من حاجه، يعني ما قطعش من عندنا الفراخ مره واحده ولا حاجه، لا يعني الحمد لله ربنا برده يعني
هيبقى في خير في البيت، هيبقى في بيض، هيبقى في برضو كل حاجه هتبقى ان شاء الله موجوده. يعني الحمد لله ما فيش حاجه قطعت مره واحده عندنا ولا حاجه، عندنا فراخ. هنرجع نجمع برضو البيض مع بعض تاني ان شاء الله، يعني فتره كده باذن الله، وهعمل لكم فيديوهات جمع بيض، بس مش هيبقى بقى بالطريقه الكتير اللي كنتوا بتشوفوها معايا الاول ديت. وهنرجع زي الاول واحسن باذن الله، تمام. يعني الحمد لله الخساره يعني ما جاتش كبيره قوي ولا حاجه، بس هو لكن الحظ الموضوع يا جماعه دوت بيجي في الفراخ بس. يعني الموضوع اللي جه ده جه للفراخ سبحان الله، يعني ما جاش في الرومي. هي اي نعم بربره بربره واحده بس رومي، ده اللي ماتت من عندي علشان ابقى برضو صادقه معاكم، بس الله اعلم يعني هي ماتت من نفس الموضوع دوت ولا من حاجه تانية، لان انا ببص كده لقيتها كشت وماتت مره واحده بس. ما شاء الله باقي الرومي حلو زي الفل، ما جرالوش اي حاجه. على فكره يا جماعه الرومي ان شاء الله يعني ممكن كده اسبوع وهيبيض، لان دلوقتي وانت بشوف الدكر بيكسرهم، وطالما كسرهم يبقى هما ان شاء الله هيبيضوا قريب. ونفس الشيء برضو البط الحمد لله ما صابوش اي حاجه، حتى البط الصغير الحمد لله ما صابوش اي حاجه. الموضوع كلته كان في الفراخ، حتى لو انتوا لاحظتم كان عندي هنا دفعه في البوكس ده اللي انتوا شايفينه ده، كان عندي دفعه فراخ صغيره، دي اللي كانت طالعه من الفقاسه، كانت ما شاء الله حاجه و50 فرخ بس. هما برضو يعني الموضوع مسك فيهم هما الاخرين، ما تبقاش الا الكميه الصغيره اللي انتوا شايفينها قدامكم دي يمكن اللي عدت منهم. وفي بعد كام فرخ كده برضو يعني حاسه ان هو يعني بنعس على نفسه شويه، بس مش مشكله، اللي يتبقى يتبقى واللي خلاص يروح يروح. هو دوت بقى ايه نصيبنا، وده اللي ربنا كاتبه لنا، ونقول الحمد لله عليه وخلاص. انا عملت الفيديو دوت النهارده مخصوص عشان ان شاء الله برضو انتوا تستفيدوا من اللي حصل، واقول لكم برضو يا جماعه يعني حتى لو في فيروس ولا اي حاجه انتوا ممكن يعني تعملي حاجه كوقائي بالمكون ده اللي هو ايه الكلوريكس، ده يعتبر كوقائي. لو انت بتعملي مره كل اسبوع، مره كل 10 ايام، ده ان شاء الله مش هيخلي عندك يعني حتى لو الفراخ لا قدر الله اي من لسه يجي فيها، ده بيقتل الميكروب دوت، تمام. ديت يمكن اللي حصل دوت حصل ليه، لان انا كنت ماشي على الموضوع ده على طول، بس جيت في فتره وكنت قطعته. يمكن لو كنت انا ماشي على الموضوع دوت على طول كان يعني ما كانش جه يعني حصل حاجه للطيور او للفراخ، الله اعلم بقى. يعني هو اللي حصل دوت يمكن يكون نفسي، يمكن يكون اي حاجه، يعني ما نقدرش نقول الا الحمد لله وخلاص، وقدر الله وما شاء فعل، ونحمد ربنا على كل حال. وان شاء الله استنونا بالفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.